مرحبا، بنرحب فيكم في قناة كارين لولو كات. هلا احنا رح نعرفكم في موقع في عمان. لا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب. احنا بموقع اهل الكهف، وهاي قصة مذكورة بالقرآن الكريم. كانت قصتهم قبل الاسلام بكتير، من زمان كانوا كلهم كفار، الا هدول الفتية كانوا يآمنوا بربهم لانهم كانوا مؤمنين. كانوا الكفار بدهم يقتلوهم، هم هربوا من الكفار وراحوا اتخبوا على الكهف. زي ما قالت كاتي، المؤمنين هربوا من الكفار وراحوا تخبوا بالكهف. يلا مع بعض نروح نشوف الكهف. هدول الفتية ومعاهم كلبهم، ناموا في الكهف 309 سنوات بعدين صحوا من النوم. هذا الكهف اللي ناموا فيه 309 سنوات. لما صحوا من النوم كانوا جوعانين، كانوا ما بعرفوا كم يوم ناموا، مفكروا انهم ناموا بس يوم واحد. حكى من واحد منهم، روح خذ المصاري اشتري منا اكل. اخذ النقود وذهب لكي يشتري طعاما من السوق، وعندما ذهب وجد بان جميع السوق متغيرا، ولم يعلم كيف تغير السوق بيوم واحد. ورأى كل شيء متغير، وعندما دفع للبائع استغرب البائع انها قديمة. وتجمع الناس حوله وقال: من أين أتيت بهذه النقود وهذا اللباس القديم؟ وعرفوا بأنهم الفتية المؤمنين الذين هربوا من الكفار. قالوا: عيشوا معنا، ولكن الفتية رفضوا. نحن فوق الكهف، وهذه الفجوة التي كانت تدخل الشمس داخل الكهف. وعندما ماتوا بالكهف بنوا فوقهم مسجد. كارين، كم كان عددهم؟ لا أحد يعلم، البعض يقول 4 و يقول 5، والسادس كلبهم، والبعض يقول 7، والثامن كلبهم، والله أعلم. بابا، هاي. تدخل من الباب، هاي الخزانة فيها أثار وجدت. هذه الخزانة اللي كان
تدخل منها الشمس عشان يقدروا على ايش هالمتحف يشوفوا كويس عشان بيكون في ظلام. هذه هي النظام اللي تبغى شايفينها، هذه كلها عظام اللي ماتوا وكانوا عايشين توجهها في المؤمنين. أنا كثير حبيت شكلها. بيجي سواح من كل العالم عليها على هذا المشاهدة الغريبة. اليوم استكشفنا أشياء كتير حلوة، كمان استكشفنا عظام وأشياء كتير وقصتهم. ولا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب عشان ما نزعل. طبعا احنا لساتنا مش عارفين عشان كان العظام جوا في اشي صغير.